بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم أخوكم بص على الجمعة من قناة تعليم تقاص النباتات الزينة. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن ثمار الباباز. في بعض الناس بتسأل بيقولك نبات الباباز الثمار بيبقى عندي صغير جدا، أقول لك معلومة بسيطة جدا إزاي تكبر حجم الثمار بدون أي تسميد. لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من فيديوهاتنا في تعليم تقاص النباتات الزينة. اولا شكل الثمار زي ما واضح معانا كده شكل نبات المباز، وشرحناه قبل كده كيفيه الاكسار بطريقه الترقيد الهوائي، وبيتكاثر ايضا عن طريق زراعه البذور طول فتره الصيف داخل حضانه بلاستيكيه. دلوقتي ادي ثمار المباز، ايه اللي بيتم بقى؟ بنخف الثمار بتاع المباز، لازم نخف عمليه الثمار دي. الثمار كتير جدا على النبته بتاعتنا، فعلشان ما فيش غذاء يقوي الثمار اللي هو يديله الحجم الطبيعي بتاعه، بحيث ان انا اعمل عمليه خف للثمار. زي ما واضح معانا كده ادي شكل الثمره، هي فيها كام واحد؟ فيها اتنين. انا بقص واحد اللي ورا خالص ده اهو، كل عنقود فيه اتنين بخفها واخليها ثمره واحده بس، بحيث ان الغذاء كله يطلع لي في الثمره دي اهو. لازم اعمل عمليه اللي انا بخف اهوت الثمار اهو، اهو ادي شكل الثمار معانا اهو، دي فيها كام؟ فيها تلاته اهوت اهو. بص مثلا الاثنين دول واسيب واحده زي ما واضح معانا كده اهو، دي فيها كام؟ دي فيها اربعه. ننزل كل ده اهوت ونسيب واحده. لازم اعمل عمليه اللي انا بقى بدون تسميد، بدون ان انت تسمد، وبدون اي اسماد اهو. ادي شكل الصقر اهو، بخف خالص اهوت. لازم انا اخف الثمار خالص علشان الثمار ياخد حجمه الطبيعي. دي معلومه بسيطه جدا للناس اللي مهتميه بنبات الباباز اهو، حاجه بسيطه جدا اهو. ادي شكل الثمار اهوت، ادي مثلا دي ثمرتين اهوت. بنزل واحدة واسيب واحدة. ادي معلومة بسيطة جدا، بينزل مادة اللي هي مادة عاملة زي اللبن كده، المادة الداخلية كده، اللبن بتاع ادي شكل المادة اللي ايه. هذه المعلومة البسيطة اللي أنا بتكلم عليها بدون أي سماد. اللي أنت عايز تكبر حجم ثمار نبات الباباز ممكن يصل إلى 7-8 كيلو الحباية. أتمنى أن يكون الشرح نال إعجابكم، ولا فيه استفسار أو تعليق اعطوني في الكومنتات. انتظرونا في فيديو قادم من قناة تعليم تقاص النباتات الزينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.